بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا. ابتداء أحب أن أنوه على قضية الإزعاج. يعني المبنى مبني بشكل ينقل الصوت بحساسية، والعدد ما شاء الله كبير، فأرجو الالتزام للهدوء. يا سعد، لنا السعد في هذا المساء بلقائكم، فحيا الله شيخنا أستاذ الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح، وحيا الله الحضور في روضة السعد ذات النهرين، نهر تراثي ونهر حداثي، نهر لغوي ونهر أدبي. في روضة السعد دوحة شعر وجدول تصوف وجبال من اللسانيات وسهول من الأدب والترسل، والتقيا ليشكل لجة عز الزمان أن يجود بمثلها. والعلم لا يعرف، جادت بشيخنا الدنيا في عام 1943 في المنيا في مصر. تخرج في دار العلوم في جامعة القاهرة عام 1963، وحصل على الماجستير منها عام 1968، وحصل على الدكتوراه من موسكو 1975. عمل معيدا بكلية دار العلوم، فمدرسا مساعدا، فمدرسا، فأستاذا مساعدا، ثم أستاذا في كلية الآداب في فرع بني سويف، وقد عمل أثناء ذلك أستاذا مشاركا في كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز، وخبيرا بمعهد الخرطوم الدولي التابع للمنظمة العربية، ثم أستاذا بكلية التربية الأساسية في جامعة الكويت، ثم في جامعة أستاذا في كلية التربية الأساسية عفوا، ثم أستاذا بكلية الآداب في جامعة الكويت. أما المؤلفات والعضويات والإشراف على الرسائل العلمية وما كتب عنه فتحبر في ذلك الطروس، وحدث ولا حرج. وحسبنا هذا من كلام المقدمين. شيخنا سلام. حياكم الله مولانا. حياكم الله. المنيا الشيخ عبد العزيز مصلوح، النشأة والإنشاد في الحضرة الصوفية، حدثنا عن البدايات، عن النشأة الأولى. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مدين بشكر لإدارة مركز الشيخ جابر ولكم جميعا أن غبرتم أقدامكم، وما حرككم إلى ذلك إلا المحبة التي بيننا. ولابني وأخي الأستاذ الدكتور عبد الله السرحان، والحقيقة أنا يعني لم أعد كلاما يعني جاهزا لهذا اللقاء، لكني أعتقد أن هذه الجلسة يحكمها قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. رب كلمة تقال في هذا المجلس تجيب عن سؤال يتلجلج في صدور أحدكم، أو تشير إلى مسلك يمكنه أن يعتاده وأن يجد وراءه خيراً، أو على الأقل يمكن أن تختصر عليه في تجربته مشواراً قد يكون طويلاً. فنحن إنما نتحدث معاً الآن بهذا الهدف النبيل، والذي أعتقد أننا إن شاء الله لي أمل أن تكون هذه الجلسة مفيدة لنا جميعا. أولا، إذا أحببت أن أتكلم عن ما طلبه إلي الأخ الدكتور عبد الله، أنا عندي نشأتان، النشأة الأولى والنشأة الآخرة. فأما النشأة الأولى، وأنا محظوظ في كلتا النشأتين، فقد كان راعي النشأة الأولى والدي رحمه الله، وهذا الرجل نموذج قدر ما طفت وجلت بالبلاد، لم أجد له نظيرا. هو أولا رجل حافظ لكتاب الله،
وثانيا غارق إلى آذانه في تراث العربية قراءة وفقها وحفظا، وعلم نفسه بنفسه اللغة الإنجليزية حتى نظم بها شعرا، وترجم لفحول الشعراء الإنجليز والفرنسيين. وهناك كتاب مطبوع أصدرته بعنوان فرائد القصائد، جمعت فيه القصائد التي ترجمها القصيدة بجوار الأصل. عملية الترجمة عنده شيء رائع جدا جدا، وأنا أخذت حب الترجمة وكل الإرهاصات والبدايات من هذه النشأة، فغلبني حب الترجمة ووصلني بالتراث وحفظني كتاب الله، وحاول بكل ما أوتي من حيل جميلة أن يجعل مني شاعراً، وقد حاولت ولا أدري إلى أي مدى أنا نجح، لكنه رحمه الله عندما كتبت أبياتاً قليلة في سنة 52، وكان لي من العمر في ذلك الوقت 9 سنين، أعجب بها جداً واشترى لي دفتراً لكي أجعله ديواناً، وسجل على هذا الديوان بيتين لا أزال أحفظهما. كان يقول: إن ممتاز به شعرك من ذوق وفوق لضمين أن ستحتل غداً مقعد شوقي. لم أحتل مقعد شوقي بطبيعة الحال، لكن أية مسؤولية يلقيها عليك بهذه الأبيات على طفل في 9 من عمره؟ هذا الأفق الذي انفتح لي، والذي أنا أعتقد أنني أحببته جدا وعشته بكل جوارحي وعملت له، كان هو عماد النشأة الأولى. أما النشأة الأخيرة فكانت على يد شيخ من شيوخ دار العلوم، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن أيوب رحمه الله وفسح له في جنات النعيم. هذه المعادلة، الدكتور أيوب رجل لساني، عالم في الفلسفة، عالم في الموسيقى، قارئ رهيب جدا جدا للآداب الأوروبية كلها، مفتوح الأفق، يلقن تلميذه أصول الصنعة، وهذا هو أهم شيء، يعلمك كيف تبني من الفتات والتفاريق المشعثة كيف تبني بناء. وكان يهرب منه طلاب الدراسات العليا، لا يريدونه أن يشرف عليهم لأنه يعني كثير المطالب ومتعب حقيقة، لكني عشقت هذا التعب. هذه ودخل بي في الأدب الإنجليزي واللسانيات العالمية يعني، وأشرف على خطواتي الأولى في رسالة الماجستير. وأعتقد أن العلاقة بين النشأة الأولى والنشأة الثانية حلت لي عدداً من المشاكل. أولاً هي حلت لي معضلة التعارض الوهمي بين التراث والمعاصرة، فقد كان الوالد تراثياً إلى حد كبير، وكان عبد الرحمن أيوب معاصراً إلى حد كبير، فهذه هذا التعارض الوهمي لم أعش فيه، وعشت حياتي كلها مخلصاً للتراث من جهة ومتطلعاً إلى ما هو جديد، وكنت دائماً أستسمع أصوات العصر في كل ما أكتب وفي كل ما أعمل عليه.
وهذه مشكلة أنا أعتقد أنه يقع فيها كثيرون، إما أن يميل ميلاً شديداً إلى التراث ويقطع صلته بالعصر، وإما أن يتغرب ويستعير مخه ويستعير آليات تفكيره من الغرب ويعيش منقسماً بين واقع وبين التمائه الأصيل الذي لا يغادره مهما كان. فكانت هذه فعلاً هذه النشأة الأولى أو هاتان النشأتان حلت لي هذه المشكلة. أيضاً النشأتان حلت لي معضلة أخرى، معضلة التعارض المتوهم بين الدراسات اللغوية والدراسات الأدبية. فالنشأة أدبية ولغوية معاً، والنشأة الثانية كانت لغوية وأنا نحوت بها إلى أن تكون لغوية أدبية، فأحدثت بفضل الله نوعاً من التكامل بين هذه الثنائيات التي يمكن أن تكون ثنائيات متعارضة عند كثيرين. الأستاذ عبد العزيز مصلوح رحمة الله عليه له تراث كبير جدا، وأنا معني أنا وزوجتي الدكتورة إلهام بجمع هذا التراث، ونرجو إن شاء الله أن نخرجه شعرا ومقالات وترجمات في أقرب وقت ممكن إن شاء الله، ونسأل الله المعونة. هناك أمر مهم أيضاً أخذته من النشأتين. الجد الصارم كان دكتور أيوب جاداً لدرجة يعني أكاد أقول مزعجة، لكنك تجد عائدها وتجد جداها في كل ما يفتح الله به عليك للكتابة. هذه هي يعني الإضاءة الأولى لهاتين المرحلتين. للنشأتين. نعم. أنا أحب أتوقف عند الشيخ عبد العزيز مصلوح، وكما ذكرت مولانا له إنتاج كبير لكن لم يجمع أو جمع قليل منه. كان يكتب في جريدة الإنذار. نعم. كان بشكل الإنذار جريدة تخرج في المنيا. المنيا. نعم. وكان يكتب بشكل يومي أو أسبوعي. كانت أسبوعي. نعم. وله المثاني من الشعر. نعم. تذكر لنا شيء منها ومن؟ والله هو الـ 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 الوالد رحمه الله كان يوصيني باثنين في الحديث واثنين في القديم. كان يوصيني شعرا بشوقي ونثرا بالرافعي في الحديث، وكان يوصيني بأبي حيان التوحيدي والمتنبي في القديم، وعدوى الحكمة سرت إليه من الرجلين من المتنبي ومن شوقي، فكان يكتب حكمة أسبوعية في بيتين من الشعر في الجريدة، وهذه الحكم يعني أنا بصدد جمعها إن شاء الله، وربما يعني هي كثيرة جدا لأنما أستطيع أن أتذكر منها قوله: في الناس خفاش يطير محلقا، إن أغطش النور الظلام الأحلك، ومن الورى جعل. الجعل هذه دويب الخنفساء. ومن الورى جعل على أقذاره يحيى، وحين يشم طيبا يهلك. يا سلام. أيضا حكمة أخرى جميلة هي: الأشجار في صمت إلينا تقدم أكلها حلو المذاق، وبعض الطير يسلبها جناها ويسرف في التصايح والنعاق. الله الله. وهذا ديوان كبير يعني ديوان الحكمة ده، بالإضافة إلى يمكن المترجمات. يمكن الدكتور عبد الله
يحفظ منها ما لم أحفظ، ترجمات لشكسبير ووالتر سكوت وتينيسون وساكلينج بعد هذه من محفوظاتي، هذه اللي أنا أحبها، I breathe this in the back my heart since I cannot get dying. دي لشكسبير، لشكسبير. والمهم أنه اكتسب اللغة الإنجليزية بنفسه، لا في معهد ولا في مدرسة، وهو غير حاصل على أي شهادات رسمية. فالقدوة كانت يعني كانت عبئاً علي فعلاً، لكني حاولت أن أقترب منها ما استطعت. وكتب أبيات وغنتها سكينة حسن من العوالم، وكان بعض المغنيات اللي هم في الجزء النصف الأول من القرن العشرين يمكن غنت له بعض القصائد. نسمعها بدر؟ نعم نسمعها. أحب أقول الأبيات الأول. يلا تفضل. تفضل الأبيات يقول فيها، هما بيتين وشطرهما: عند موتي عناصر الجسم تنحل تباعا وتستحيل رغاما، ثم تجري بها المياه فتبتل فيمتصها النبات طعاما. فاذكريني إذا تكللت بالورد، وإن شئت فاذكريني دواما، غير أني بالورد أدنو على البعد ففيه هباء جسمي أقاما. الله، نسمع منها شوية. تبارس. هناك يعني بيتان للوالد رحمه الله يحملان مسؤولية كبيرة، هي قضية جمع تراثه. ولقد صور رغبته في جمع شعره في صورة عجيبة جدا، في بيتين يقول فيهما: وطيري طوحت مزعا، يقصد بطيره قصائده، وطيري طوحت مزعا ولم أسطع لها طلبا، وكم نوديت صرهن ولكن المشيب أبى. يعني بيتان مزلزلان يعني، لأنه حملني هذه المهمة، وأرجو أن يعين الله. شيخنا حتى أنت يعني ما أنت بعيد عن والدك، ما جمعت شعرك إلا في ديوان قريب طلع قبل فترة بسيطة يعني. لا بد أن نجمع. يا رب إن شاء الله. قول يا رب. يا رب. طبعاً في بعد الماجستير أنا ذهبت إلى موسكو بعد عمل في الدكتوراه لمدة 3 سنوات. ولما جاءتني البعثة لممت أوراقي وجنبتها جامعاً ورحت لكي أتعلم الـ ABC الروسي وما أصعبها
على اللسان وما أشقها في الكتابة، واتخذت موضوعا مختلفا وأنهيت الرسالة في 75، وكان المهم أو كان المتوقع أن أنتهي في سنة 68. التجربة هذه علمتني طول النفس، وعلمتني التلبث وعدم الاستعجال والإيثار الإتقان على الفائدة العاجلة، وأعطتني بعض المبادئ الحاكمة في عملي. من حصاد النشأتين توصلت إلى الإيمان بأن العربية كتاب واحد، وأنه لا قسمة بين ما هو لغوي وما هو أدبي، وآمنت بالبينية منهجا وبمعالجة المشكلات التي يشترك في إضاءتها أكثر من علم وأكثر من تخصص. ربما الأمر الآخر أنها سلمت رأسي من الخضوع المذعن لكل ما أقرأه، وبالذات مما يأتي من الغرب. أفدت نعم، لكن أفدت عن إرادة وعن وعي وعن اختيار أزعم أنه إن شاء الله كان بصيرا. هناك كثير من الناس الذين أعرفهم يفقدون رؤوسهم إذا ذهبوا إلى هذه الأماكن، ولقد ذهبت إلى موسكو في عز سطوة النظام الشيوعي، ودرست هنالك الماركسية واختبرت فيها وحققت فيها يعني تقديرا كبيرا، ولكن الحمد لله رجعت برأسي سليما، يعني لم يتعرض للغزو هناك. و يعني الإنسان تعلم أنه كلما العرب عندهم مثل جميل جدا يقول: إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض. يالله ويعنون بالمؤتفكات الرياح التي تهب من جهات مختلفة، فإذا كثرت المؤتفكات فعلا كان هذا فيه تزكية للأرض ورجاء لثمرها ورجاء لجدواها. أيضا الشيء المهم الذي حرصت عليه ألا أكتب شيئا كتبه غيري، وهذا أمر مكلف وربما يقلل يعني النتاج أو الحصيلة، لكنه ضمان لألا تكرر نفسك، ضمان لأن تكون دائما لديك إضافة. قد تكون الإضافة مقبولة أو غير مقبولة، يواجهها الناس بالتعديل، يواجهونها بالعدول، هذا لا يهم. المهم حركة العلم، المهم أن تخطو خطوة جديدة. ومن هنا فتح الله لي في كثير من المشروعات التي أعتقد أنها يعني سيتوقف تاريخ الإنجاز عندها ليتأملها ويقيمها. أولاً ذكرت لي مرة، أنا معلش أقطع كلامك هني، ذكرت لي في جلسة أن خطأك جزء لا يتجزأ من صواب من يأتي بعد. نعم هذه كانت فاتحة خير. هذه عقيدة، يعني إذا اجتهدت وأخطأت وجاءك من يصوبك فخطأك جزء من صوابه، لأنه لولا هذا الخطأ ما كان الصواب. هذه حركة العقل عندما يتأمل عقلا، العقول حين يتأمل بعضها بعضا.
ومن هنا يعني من المشروعات المهمة التي أحسب أنها يعني سيكون لها مكان أولاً، وسترون منها ما يقع في جانب التراث وما يقع في جانب المعاصرة. في جانب التراث مثلاً مشروع الإعراب الكامل للقرآن الكريم، وقد اشتركت فيه مع صديقي الدكتور عبد اللطيف الخطيب، وله علي أفضال كثيرة، فأنا كثيراً ما يقفز فكري من مجال لمجال ومن نقطة إلى نقطة، لكنه علمني كثيراً كيف أجلس لأعمل في عمل يستغرق منا 16 عاماً. الله أكبر. كتاب التفصيل في إعراب آيات التنزيل استغرق منا 16 عاماً، كنت أنا وهو وصديق آخر الأستاذ رجب العلوش، وأنجزنا عملاً يعني هو خبيئة نختبئها إن شاء الله عند الله، يعني نرجو منه المثوبة عليه. المشروع المهم الآخر افتتاح لأول مرة في سياق الأكاديمي العربي فكرة الأسلوبية الإحصائية. وفكرة الأسلوبية الإحصائية فكرة منتجة جدا لمن رعاها وفهمها وطبقها بحقها. يكفي مثلا أن تدخل بهذه الفكرة إلى مجال تحقيق التراث، وهو مجال تراثي 100%، لكي تثبت صحة نسبة نص أو عدم صحة النسبة. وقد فعلت ذلك، ويعني تبعني فيه كثيرون. هذا المشروع أيضا يذكر بسلسلة مهمة جدا في النحو العربي صنعتها أيضا أنا والدكتور عبد اللطيف، وكان لها جداها والحمد لله. في أيضا، وهذا مشروع مهم جدا اللي هو مشروع العمل أو تضافر المعارف على المشكلة الواحدة. يعني نحن مثلا فكرة قسم اللغة العربية وآدابها، الواو هذه تزعجني جدا، لأن الواو العطف يقتضي المغايرة، ولا مغايرة في حقيقة الأمر. فهو تستطيع أن تقول قسم اللغة العربية وتسكت، ويأتي كل شيء تحت هذا المسمى. فحاولت في كثير مما كتبت أن أصنع الضفيرة التي تجمع ما بين الدرس اللغوي المنضبط بمعايير الغرب والإشكال العربي بمعايير الثقافة العربية. وهنا سنجد مثلا كتاب في النص الأدبي، أعتقد أنه كتاب يعني سيكون له سيحسب يعني في مسيرة الإنتاج. وعندي أيضا شيء برضه مهم جدا وهو إنتاج الباحثين. يعني أنا لي بحمد الله مجموعة من التلاميذ المهمين جدا الآن، يعني يتلمسون طريقهم، وأنا أتوقع لهم مستقبلا كبيرا إن شاء الله، مستقبلا مشرقا، وبخاصة تلاميذي الذين ينتمون إلى أفريقيا وآسيا. في فترة من العمر أنا كنت خبير أول في معهد الخرطوم الدولي الذي يتبع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. كنت ألقي المحاضرة وأمامي ما لا يقل عن 30 جنسية من زوايا العالم الأربع. ولي في
في أفغانستان وماليزيا وباكستان والهند وفي إسبانيا وفي فرنسا، عدد كبير جداً جداً ممن كانوا يأتون لكي يتعلموا، لا ليتعلموا اللغة العربية ولكن ليتعلموا كيف يعلمون اللغة العربية. هي كان معهد الخرطوم كان يخرج معلمين ولا يخرج متعلمين. ومن هنا أنت عندما تكون في قاعة الدرس وأمامك أكثر من 30 جنسية وتحدث هذا النوع من تبادل الخبرات وتبادل المعارف حول النقطة التي تتكلم فيها، أنا شخصياً عرفت هناك لغات ما سمعت بها إلا في هذا المكان، وأشرفت على رسائل في هذه اللغات. وقد تقولون يعني كيف يكون؟ يكون يعني حتى في تجربة مع، احنا وضعنا قواعد للغة السونينكية وهذه ما سمعت بها إلا هناك. سونينكي، نعم، هذه في السنغال وفي جنوب موريتانيا، والطالب سونينكي ولكن يدرس اللغة العربية، فاتخذنا اللغة العربية وسيطا ووضعنا عددا من القواعد الصرفية وتصريف الأفعال وكذا وكذا وكذا. وهذه الفترة أنا أعدها من أخصب سنوات العمر، ليس إنتاجا للعلم فقط ولكن إنتاجا للباحثين في العلم، وأعتقد الحمد لله أن هذا فضل كبير من الله. مولانا، ذكر في جلسة كذلك كنا نتحدث وسألتك عن قضية وقلت لك باللهجة الكويتية ما تصير، فأجبتني باللهجة المصرية كل حاجة تصير بس تعرف إزاي نصيرها. هذه من الكلمات اللي اللي في رحلة الدراسة الواحد كان تنير لدربة. القضية يعني القضية كيف الأبروتش نفسه، كيف يمكن أن تتوصل. أنا عندما قال لي ابني هذا أنا لغتي سونينكي، قلت ما سونينكي يرحمك الله؟ فقال لي هي لغة في المكان الفلاني. وصنعنا عملية كان يصنعها الأمريكان عندما سجلوا أو دونوا لغة الهنود الحمر، لغات الهنود الحمر وهي كثيرة جدا، فكانوا يتخذون وسيطا مجيدا للإنجليزية من أبناء القبيلة ويعطون الكلمة أو الجملة يترجمها هو، يكتبها بالكتابة الصوتية الدولية بلغته، ومثلا محمد كتب، فاطمة كتبت، التلاميذ حضروا، إلى آخره إلى آخره. وننظر الثابت والمتغير، كتب وكتبت، هل هناك علامة للتأنيث في الفعل في هذه اللغة؟ نعم يوجد علامة، نمسك بهذه. هل في تثنية؟ هل الولدان كتبا؟ قال الأولاد كتبوا. إذا كان يبقى معنى ذلك أنه لا تثنية في هذه اللغة، وهكذا. يعني بقضية الملاحظة الثابت والمتغير وضعنا قواعد للغة ليست، لم تكن قواعدها مقعدة. فالقضية أن تعرف كيف تقوم بالمهمة ولا تسألوا عن فرحة الباحث عندما يكتشف أن لغته لغة ذات تصريف وذات قواعد منضبطة في على مستوى التركيب النحوي، على مستوى الاشتقاق الصرفي. شيء مسعد جدا جدا أن تصنع شيئا ليس لك سابقة عهد به. فكل شيء ممكن يا دكتور عبد الله فعلا أنك تستطيع أن تصنع، لكن القضية كيف يمكن أن إزاي نصيرها؟ هي القضية. لا مولانا، الترجمة، تجربتك في الترجمة. ترجمتي في الترجمة تجربة برضو مهمة جدا. أنا تخرجت في دار علوم ومعلوماتي
في اللغة الإنجليزية دون الثانوية العامة، لأن لم يكن في دار العلوم لم يكن هناك عناية باللغة الإنجليزية، كانت يعني على هامش النحو والصرف والفقه وإلى آخره. فعندما عينت في قسم علم اللغة كان كل الأساتذة عائدين من بعثات خارجية، كلهم درسوا في بريطانيا، فوجدت نفسي في هذا السياق يعني في وضع حزين، لأني صعب أن تجلس من هؤلاء الذين سافروا وجروا، ولم تكن هناك بعثات في ذلك الوقت في مصر لأمور تتعلق بسياسة الدولة والظروف الاقتصادية وغير ذلك. فعندما عينت معيدا عكفت على اللغة الإنجليزية، والنتيجة تستطيعون أن يعني تتوصلوا إليها إذا علمتم أنني حصلت على جائزة الشيخ زايد في الترجمة في 2009، وقمت بأعمال في الترجمة الحمد لله موسوعة العلوم الاجتماعية، مدخل إلى التصوير الطيفي للكلام، الشعر العربي الحديث وحركات التجديد فيه، حاجات كتير جدا جدا لا أكاد أحيط بها الآن، لكن هذه القضية قضية إصرار وأن تكرم عليك نفسك. مهم جدا جدا ألا تقف من مجتمع موقف المنقوص الذي يشعرك أهله أنهم يعرفون شيئا أنت لا تعرفه، أنهم يجدون شيئا أنت لا تجده. إذا كان الباحث كريما على نفسه فلا يمكن أن يوقف نفسه هذا الموقف. ومن هنا تفضل الله علي بإضافة الروسية أيضا، فصبح هناك يعني لغتان. وأنا أقول فعلا أن الثقافة الروسية الذي لا يعرفها هو محروم من باب عظيم من أبواب العلم. الأشخاص المؤثرة في النقد وفي علم النفس وفي الدراسات اللغوية أشخاص مهمين جدا جدا جدا، الغرب يعرفونهم جيدا لكننا لا نعرف عنهم شيئا، يعني أسماء زي بختين في النقد الأدبي، فيغوتسكي في علم النفس والتربية، أسماء خطيرة جدا جدا لهم إنتاج يعني مؤثر في سيرورة العلم. والحمد لله حتى أنا شغلت برضو نفسي في هذين اليومين بمراجعة ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الروسية وإلى اللغة الإنجليزية، وهي يعني تجربة من أجمل وأمتع ما يكون، أن تتوارد أكثر من لغة على مضمون واحد توصله، وترى المناورات اللغوية للمترجمين عندما يتحركون في إطار ما تتيحه لهم إمكانات لغاتهم. وهذا موضوع آخر، يعني بعض القوم يظنون أن النظم اللسانية لا تتفاضل، أنا بالتجربة أقول أنها تتفاضل، وأن لغة كاللغة العربية عندها هذا النسق الإعرابي الحر الذي يتيح لها ثراء عروضيا هائلا لا تتمتع به اللغات كثير من اللغات التي نعرفها، وتتمتع بفكرة الاشتقاق، وهو أداة أو فاعلية لغوية تفوق بكثير فكرة اللصق أو تغيير المعاني الصرفية بالسوابق وباللواحق، يجتمع للغة. هناك لغات يعني فيها حرية النسق وليس فيها الاشتقاق، ولغات فيها الاشتقاق وليس فيها حرية النسخ، واللغة العربية جامعة بين هذين
هاتين الفضيلتين. فلدينا الثراء العروض الهائل الذي لا تتمتع به لغة من اللغات التي نعرفها، ولدينا أيضا استيعاب التراكيب المختلفة في معظم لغات العالم التي نعرفها. لديها أمور كثيرة جدا جدا، ولكن كثيرا من الناس لا يعلم. لكن كثيرا من الناس لا يعلمون. مولانا، نختم بالشعر. لك منه نصيب، نصيب كبير. حابين نسمع شيء من قصائدك. خلاص ماشي. خطوات على الأعراف وسبعون وبانت سعاد. أنا سأقول قصيدة في التي قلتها في رثاء شيخي الأستاذ خالد سعود الزيد رحمه الله. من أعجب القوافي زائية. أنا مغرم في شعري بالقوافي النفر. يعني جميل جدا أن نذكر هذا الرجل العظيم في هذه الجلسة. رحمه الله. رحمه الله. سميتها في طوى الأقداس. كلمات في الميلاد الجديد لخالد سعود الزيد. أنا لم أعد موته موتا، ولكنه ميلاد جديد. عزيت فيك فما تعزى قلبا قريحا مستفزا، واعتضت من لين الفراش على النوى حسكا ووخزا. عيني عليك أبي وأنت بحضرة الإحسان تجزى، دبت خطاك على عصاك لخيمة التوحيد عكزا، وخلعت نعلك في طوى أقداسها فقهرت عجزا. والقافزون ببطن وادي التيه لا يألون قفزا، يتحسسون على الظما وردا نزيح الماء كزا، جزوا بحالقة الظنون نوابت الإيمان جزا، ورضوا بقسمتهم وقسمتهم وما يدرون ضئزا، حتى استوت في قاصة الميزان بعران ومعزا. من لي بعفة منطق ما سمته غمزا ولمزا، يجري فيجرف في عرام ضرامه لاتا وعزا. من لي بنظرتك الرؤوم تهز نوط القلب هزا، من لي بريشتك التي تكسو عري الحرف خزا، وتريش من لمساتها سهما تصيب به المحزة، وبغضبة علوية يعنو الغوي لها ويخزى. طهرت نفسك من علائق طينها وهجرت رجزا، ونضوت عنك رثيثها ولبثت ثوب الفقر عزا، وإذا بمعراج المجاز إلى الحقيقة عاد رمزا، ومن الجدار يريد أن ينقض قد أخرجت كنزا، وتلوت من نظم الكتاب فريده وجلوت مغزا. تعزو الجمال إلى حقيقة أحمد وإليه تعزى، وقسمت قلبك للظمي ماء وللغرثان خبزا. أبتاه مهجة واله أزت بها الحصرات جزا، أبتاه مهجة واله أزت بها الحصرات أزا، وكتيم دمع نازف شقيت به الأجفان نزا. فلمن تساق قصائدي وأنا المعزي والمعزى.
في قصيدة ثانية. نعم. في قصيدة ثانية. وفي قصيدة على فكرة. يلا قول يلا. ديك القصيدة قد تعجبون لأنه كتب سنة 62. الله. الدنيا ما أيوه. يتكتب سنة 62. كنت في الفرقة الثانية من دار العلوم. اسمها أسطورة الحنان. كان همس في طوايا الأمس قد سموه غيبا. لف بالليل حنايا غابه دربا فدربا. من وراء الغيب شق النور لي أكوان حجبا. مد كفا من وراء الغيب شق النور للأكوان حجبا. مد كفا بين أحشاء الدجى تحضن حبا. وتنزت حبة في كفه البيضاء رعبا. خافت الأعماق ألقتها اليد البيضاء غصبا. فتهاوت واستقرت في حنايا الطين غضبا. كان طين الأرض سجنا شفها ضيقا وكربا. آه كم عاشت على أحزانها تقتات جدبا. شهر الدود على قشرتها العجفاء حربا. كم تمنت في دجاها لو تزور الشمس غبا. كم تمنت لو تملت أفق هذا الكون رحبا. أن ترى النور وأن تمضي إلى الجنات وثبا. تلثم الأطيار في أرجائها سربا فسربا. أن تمد الناس أفياء وأطيابا وخصبا. أن ترى الظلماء في آفاقهم تذرف شهبا. أن ترى الأحياء ملء العين أو تقضي نحبا. وإذا كف بأحضان الدجى تختال عجبا. في حنان عصرت فوق الثرى الظمآن قلبا. فجرت قطرته تمفي عن الحبة تربا. آنست رعشة صحو ومضمضت تفتح هدبا. ودبيب الروح في أحشائها الصماء دبا. وحنين للوجود الرحب في الأعماق شبا. هتف الشوق فلبى حسها الذابل لبا. شقت الأرض نباتا حالم الأزهار رطبا. ترشف الطل نديا وتعب النور عبا. لم تعد أحزانها للروح والوجدان شربا. إنها ترقص عجبا إن نسيم الروض هبا. تتثنى أن رأت صبا يساقي الحب صبا. لم تعد ترجو وتخشى لم تعد تحفل خطبا. ضمها راع عطوف فهي لا ترهب ذئبا. هل عرفت السر؟ آه إنه قلب أحب. الله 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 الله. لا فض فوك، متعنا الله بك مولانا. هذا شيخي، هذا الكريم ابن الكريم شيخ عبد سعد بن عبد العزيز مصلوح، متعنا الله به. أنا هذه الجلسات أتمتع فيها أكثر من كثيرين من الجالسين، لا ينافسني بها إلا ثلاثة تقريبا أربعة من الجالسين في الصف الأمامي. أحب أقول بس أن قبل لقائي بالدكتور سعد عبد العزيز مصلوح كنت شيئا، ولولا هذا الشيخ ما كنت الآن في هذا المكان أحاوره، ويعني ما كنت لأصل إلى بوابة العلم اللي اليوم يعني يدعي المرء أنه في بدايته فيها. الذي ينشأني نشأة الأخرى مولانا. نفتح باب الحوار مداخلات، ما لن نأخذ أكثر من ثلاث مداخلات يعني بسبب الوقت.
السلام عليكم. أول شيء أحب أسلم على الأساتذة الكبار، الله يسلمكم ويحفظكم دكتور يا رب. أولاً، المتبحر في العلم أو أنه القارئ في العلم فقط، فلنأخذ العربية مثالاً. عندما ندرس علوم الآلة خصوصاً، كيف لهم مثلاً في العصر الجاهلي أن يضعوا هذا التنظير دون مخالفة؟ الآن لعله بالنحو بالصرف مقبولة، لكن مثلاً في علم العروض كيف استطاعوا بأن يضعوا هذا التنظير من دون خلل ولا عيب أبداً؟ دكتور حسين، طيب، فلا ليت أن يسعفنا الدكتور بكلمة لا تفتق آفاقنا وترفع الحيرة. نأخذ ال كل على بعض، نأخذ على بعض. دكتور حسين، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فبورك السعد طفلا، وبورك السعد شيخا، وبورك السعد شاعرا، وبورك السعد كاتبا، بورك السعد لغويا، وبورك السعد أديبا. هذا الرجل الذي امتزج عنده الأدب باللغة واللسانيات بالترجمة والشعر بالكتابة الفنية التي ما أحسب أني قرأت لكاتب في زمننا هذا كما أقرأ لشيخنا السعد. والله أنا أترنم بل أتمطق، يعني أعمل هيك عندما أقرأ فقرة مما يكتب في ذكرياته، أتتبعها، أتلمسها، أشم رائحة الأدب والفن والعطر في حرفه. وكنت أود والله أن كما أنشدنا شيئاً من شعره أن ينشدنا شيئاً من نثره. نعم، نعم. فنثره نشيد، ونثره قصيد، ونشره أغنية، أغنية تغنيك عن كثير مما تقرأ في هذه الأيام أو مما تسمع. بورك السعد معلما، والمعلم هو الذي يبني الرجال. وحسبك شرفا يا سيدي أنه قيل فيك وفي أمثالك يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. من يبنون الرجال يا سيدي فهم يقدمون لهذه الأمة أعظم ما يمكن أن يقدم، فالتنمية في الرجال والنساء والثروة في الرجال. وعندما أقول الرجال فالنساء داخل بلا شك، لأنه يعني يقول بلا شك يعني ليست أنا من تلامذتي يعني بسم الله ما شاء الله الحاضرين ذلك ما شاء الله وعارف لها فضلها الدكتورة عبيد، الدكتورة بشاير، والسيدات فضليات بسم الله ما شاء الله. ليهنأنا والله بهذا الشيخ الجليل، ليهنأنا بهذا الشيخ الجليل، وليهنأ الأخ المقدم الحقيقة أن فاز بشيخ جليل علمه أو دله على معالم الطريق وأمسكه المفارق التي ينبغي أن يمسك بها. شكرا يا سيدي، شكرا. وأنا إن كان لي من طلب فهو أن تسمعنا كما قلت شيئاً من نثرك كما أمتعتنا بشيء من شعرك. وأنا كنت قلت مرة إنني ما قرأت لكاتب يرصع الكتابة بآيات الله كما يرصع الفنان الذي يمسك بخيط بيلعب بالأرابيسك، فترى اللوحة مرصعة بالقرآن الكريم من غير تكلف ومن غير تعسف، وإنما هو الفن الجميل الذي أعانه عليه تلك التربية، تلك النشأة الأولى وتلك النشأة الآخرة. أحسن. رحم الله شيخيك يا سيدي وبارك بك وبعمرك. شكرا. نأخذ تفضل صالح، نأخذ ثلاثة ونكمل، عندنا سؤال هناك تفضل.
هل في اللغة العربية ترادف؟ ثانياً، إذا كانت معظم آيات القرآن الكريم تؤول ولا تفسر، فكيف قمتم بالترجمة؟ أمر معضلة، يعني أنا ما فهمت الموضوع. طيب، السؤال الأول هناك عن، إذا فهمت السؤال، عن العقلية العربية كيف فهمت هذه التراكيب في اللغة وأنتجت هذا النظام العلمي سواء للنحو أو للعروض أو غير ذلك، من أين أتت هذه الإمكانات؟ يعني هذه أسئلة كبرى، والجواب عليها في عجالة صعب، لأن كلها مسائل خلافية. يعني مسألة مثلا، هل النحو العربي نشأ عربيا خالصا أم نشأ بتأثير هندي كما يقولون؟ هل الخليل بن أحمد كان على معرفة بثقافة الهنود، وهم لديهم عروض ولديهم درس صوتي ولديهم أشياء كثيرة؟ هي القضية دي القطع فيها صعب، لكن أنا أعتقد أن الأمة أو العقلية العفية القوية تستطيع أن تستثمر ظروفها أحسن استثمار، وأنت تحتاج الرواد لابد أن يكونوا قلة، لابد، هذا منطق الأشياء. فإذا رزقت العربية بعبقرية كعبقرية الخليل، تتوقع منها أن يكون الخليل واضع معجم التقليبات، وأن يكون صاحب أول تصنيف للأصوات، وأن يكون مبدعاً لعلم العرب، كل هذا يعني يتوقع. لكن القطع في هذه المسألة كتب فيه كثير جداً جداً، قوم يقولون إنها بتأثير من الخارج، وقوم يقولون بل هي عربية محض. وأنا أظن، والله أعلم، أن الحقيقة واقعة ما بين الطرفين، لا تستطيع أن تذهب إلى إحدى الوجهتين وتقتصر عليها. وهناك كتب كثيرة في هذا الموضوع، الثقافة اللغة العربية عند الهنود لأحمد مختار عمر، والتفكير اللغوي قبل السيبويه لعبد الرحمن أيوب، كتب كثيرة جدا في هذا المجال، لكن لا يتسع الوقت نحن يعني نفصل في هذا الموضوع. يعني بالنسبة للترادف والترجمة، بالنسبة للترادف أيضا هذه قضية يعني علمية. مبنى يعني إذا أحببت أن تصل إلى التأسيس الفلسفي للقضية، التأسيس الفلسفي أن هناك فريقان، فريق يقول إن اللغة هو من تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فريق يقول إنه علمه تعليما مباشرا، هذه شجرة وهذا نهر وهذا شمس وهذا قمر إلى آخره، وفريق يقول علمه بمعنى أنه جعله قادرا، أقدره على التعلم. الفريق الذي يقولون بالأصل الإلهي للتعليم ينفون الترادف، لأنهم يرون الترادف منافيا للحكمة. يعني الله سبحانه وتعالى إذا علم تعليما مباشرا لا يقول لآدم هذا سؤر وهذا ثمالة وهذا صبابة، وكلها واقعة في دائرة واحدة. أما الذين يقولون بأن التعليم بإقدار الله وأنه ملكة بشرية فلا ينفون الترادف، والحقيقة أنه لا يوجد لغة ليس فيها ترادف، وإلا امتنع عمل المعاجم. كيف تصنع المعاجم إذا لم يكن في اللغة ترادف؟ اللغة مبناها على ما يسمونه الريدندنسي أو الفضول أو الزيادة، لأن الفضول والزيادة هو الذي يخدم الإنسان في أي ظرف من الظروف. أنت تحادث غيرك وآلة المصنع أو محرك الطائرة شغال ولا تسمع نصف حديثه، ومع ذلك تجيبه. لو أن كل لفظ موضوع لمعنى واحد ما حدث هذا. فالترادف حقيقة، لكنه في الغالب شبه ترادف، بمعنى أن اللفظتين تقعان
على المسمى الواحد ليس وقوع المطابقة، ولكن وقوع ما يشمل. أنت تقول الله جواد، تقول الله كريم، لكن لا تقول الله سخي، في حيننا في استعمالنا نقول فلان سخي وفلان جواد وفلان كريم. فهي في الغالب لأن هناك سياقات يمتنع فيها إيقاع اللفظين، إيقاع اللفظين على معنى واحد بصورة المطابقة التامة. لا توجد لغة تخلو من الترادف، وإلا كان الأمر صعبا جدا على الناس في التفاهم. أحسن الله عليك مولانا، أشكرك على هذا الحضور. أنا مشاكر جدا جدا وشاكر الجمع الكريم ده، ويعني أخرجتموني من كسر بيتي وأنا لا أخرج إلا نادرا يعني في هذه الأيام، لكن يعني سأعود للبيت وأنا في حالة من البهجة والسرور بهذا اللقاء، خصوصا زملائي وتلاميذي يعني يعني في هذا المجلس الكريم. شكرا لكم، شكرا لمركز الشيخ جابر، شكرا لعبد الله ابني وأخي. عفوا عفوا.